وخلال اتصال هاتفي بنشرة سابقة أكد سعادة المهندس محمد السليمان مشرف ضمان الجودة في إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أكد أن الوزارة فرضت إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة على منتجات لعاب الأطفال. إجراءات تقويم المطابقة الجديدة هي إجراءات منصوص عليها باللائحة الفنية الخليجية الصادرة بالقرار الوزاري منذ عام 2010، وتم الإشارة إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات يعتمد على مستوى أمان وسلامة لعب الأطفال المتداولة في الأسواق المحلية. وطبعاً خلال الثلاث سنوات الماضية أخوي تم رصد عدد من الحوادث والإصابات الناتجة من استخدام لعب الأطفال الرديئة والغير مطابقة للمواصفات. نعم. وهذه الحوادث نتج عنها الكثير من الحالات الحرجة واللي تطلبت تدخل طبي. ولهذا السبب أخوي تم رفع سقف الرقابة على لعب الأطفال للحفاظ على أمان وسلامة استخدام الأطفال من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.